ننتقل إذن إلى الأستاذ خليل التفكجي وهو المختص بشؤون الاستيطان في القدس. أستاذ خليل صباح الخير، أهلا بك معنا. صباح النور، أهلا وسهلا بك. يعني تم تهجير عائلة صوب لبن صباح هذا اليوم، تم طردها من منزلها بشكل قسري. نحن كنا نستمع إلى أصوات المتضامنين، وخسرت العائلة هذا المنزل الذي تقطنه منذ العام 53 بإيجار محمي من المملكة الأردنية الهاشمية، وبقرار تم تهجيرهم بقرار محكمة. كيف يحدث ذلك أستاذ خليل؟ إذا ممكن أن تشرح لنا، يعني هم في صدامات بالمحاكم منذ العام 78 حتى اليوم. الاحتلال حاول أن يثبت عن طريق إلغاء الأجار المحمي، فيعني كيف يجري ذلك؟ ما معنى الأجار المحمي أول شيء؟ وكما فهمنا هو أقدم منزل مستأجر في البلدة القديمة في القدس أيضا. قضية الحماية، الحماية المستأجر هي قانون أردني بريطاني، يعني بمعنى أنه هذا أنه أي مستأجر ويظل محمي ضمن القانون ولا يستطيع المالك أن يخليه. لكن الجانب الإسرائيلي استخدم قانون الجيل الثالث، يعني قانون الجيل الثالث وهو أن الجد والابن وابن الابن إذا تم توفاهم ينتقل هذا مباشرة إلى الجانب الإسرائيلي، يعني بمعنى أن عملية الإخلاء التي تمت هي عملية الجيل الثالث، وهو ما حدث وما سيحدث أيضا في بعض البيوت في داخل البلدة القديمة مثل عائلة الزوربة وعائلة النعاجي وعائلة الشرباتي. يعني هنالك في أكثر من منزل سيتم إخلاؤه في بواجب هذا القانون، القانون الجيل الثالث، لأنه في عام 1968 تم رفع قضية الحماية، بمعنى أن أي مستأجر يسكن في داخل البيت بعد 68 غير محمي بموجب القانون، وعلى المالك في أي لحظة أن يقول لصائل للمستأجر أن يخلي هذا المنزل خلال 3 شهور، طبعا بعد 68. ما قبل 68 كان كل ذلك كان محميا، وبالتالي الجانب الإسرائيلي أخرج شيء قانون جديد، لأنه كما نعرف أنه كل القوانين والتشريعات والمحاكم الإسرائيلية هي لخدمة الاستيطان. فبالتالي عندما أخرجت قانون الجيل الثالث كان هذا ما يحدث لقضية صوب لبن. طيب هم يعني بمستندين كما فهمنا على أنه هذا وقف يهودي، هذه الأملاك كيف يمكن الإثبات أنها، كيف يثبتون هم طبعا أنها وقف يهودي؟ العائلة استأجرته من المملكة الأردنية الهاشمية، كيف تجري هذه الأمور إذا ممكن تقول؟ أولا في عام 1950 قامت الحكومة الأردنية بإصدار أوامر إناطة من قبل المسؤول عن حارس أملاك العدو، بمعنى أن الجانب الأردني كان هنالك أملاك يهودية في القدس أو في داخل الضفة الشرقية أو في داخل الضفة الغربية، لأنه كانوا يسكنون اليهود في هذه المناطق أو يملكون هذه المناطق، وخاصة في داخل البلدة القديمة ضمن اليهود الذين كانوا يعيشون ضمن المجتمع الفلسطيني الموجود في هذه المنطقة. وبالتالي الحكومة الأردنية بعد عام 1950 أصدرت قانون وعينت موظف اسمه الحارس على أملاك العدو. وبالتالي هذه الأملاك ليس شرطا أن يكون أملاك يهودية على فكرة. يعني كثيرا ما يعرفون أنه لا، هو ممكن أن يكون هذه الأملاك هي الأملاك عربية، لكن صاحب هذا الملك كان يسكن في عام 1950 فما فوق في داخل الدولة العبرية. يعني بمعنى أنه أحد الأشخاص محمود كان يملك أملاك في القدس، لكن هو يسكن في داخل 48، فبالتالي هو تدار من قبل حارس أملاك العدو. الحكومة الأردنية قامت بتأجير هذه الأبنية وهذه البيوت إلى عرب، وكانت كل هنالك عقود تحت اسم حارس أملاك العدو، وله كان يدفع صاحب المستأجر صاحب هذه الأملاك أو المستأجر يدفع لوزارة الداخلية، لأنه حارس أملاك العدو هو تابع لوزارة الداخلية الأردنية، وبالتالي هذه الأملاك الأموال تذهب إلى وزارة الداخلية. هلا ماذا يحدث لهذه الأموال أنا لا أعرف حتى هذه اللحظة، لكن كما هو معروف أنه في الأردن حتى هذه اللحظة التي نتكلم بها معك هنالك أملاك يهودية في الأردن، وهنالك أملاك يهودية في سوريا، وهنالك أملاك يهودية في هناك، لكن هذا لا يعني أننا ليس لدينا أملاك في 48. لكن الجانب الإسرائيلي يستخدم القانونين، لأن هنالك في الجانب الفلسطيني هنالك أملاك عربية في القدس الغربية، لماذا لا يعودون لها؟ طبعا في عام 1970 أصدروا أمر قاطع
بأنك صح أنك تسكن في القدس لكن أنت تعتبر غائبين فلا يمكن إرجاع هذه الأملاك لك. فبالتالي دائما القوانين الإسرائيلية هي لخدمة الاستيطان. طيب هذا مربوط أيضا بحديثنا أنه حكومة الاحتلال الحالية اليوم هو يوم حاسم وفاصل قيل بالنسبة للتظاهرات بسبب إلغاء حجة المعقولية، التصويت على إلغاء حجة المعقولية التي تتيح لمحاكم الاحتلال التدخل في قرارات الحكومة الإدارية، وبالتالي ستكون صدمات كبيرة وهناك إغلاق شوارع منذ الصباح. هذه الحكومة تمعن وتتفنن منذ استلامها لمهامها منذ بداية هذا العام في إصدار الكثير من القرارات بقوانين التي تطوع إجراءاتها بشكل عام وتخدم يعني أهدافها ومخططاتها، فمن ضمنها أيضا مصادرة الكثير من الأراضي كما ذكر تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، من ضمنها بؤر استيطانية تمشر عنتها وهذا أمر خطير، ذكر هناك 13 بؤرة استيطانية وأكثر من 5000 اعتداء من قبل المستوطنين على الأراضي الفلسطينية والفلسطينيين. فهل هذا العام بنصفه الأول فعليا أستاذ خليل هو الأكثر الأعوام من حيث موضوع الاستيطان والاعتداءات الاستيطانية ومصادرة الأراضي؟ هي بشكل ظاهر يعني أنه هي أكثر اعتداء نعم، لكن كاستيطان لا، يعني كاعتداء مستوطنين لأنهم بلغوا حوالي 506,000 مستوطن في داخل الضفة الغربية، وبالتالي أصبحوا قوة تقوم بتنفيذ أو الأداة التنفيذية للحكومة الإسرائيلية. الآن في قضية المحاكم والمعقولية في هذا الموضوع أن حتى القرار محكمة العدل الإسرائيلية عندما أصدرت بإخلاق بؤرة التي تم تفكيكها في عام 2005 حومش في منطقة برقة في منطقة شمال نابلس لم ترد السلطة عليها، يعني وبالتالي هي ضربة في عرض الحائط لكل القوانين والمحاكم الإسرائيلية، بحيث أنه أصبحت اليوم الجانب الإسرائيلي يشعر أنه بدأ أنه يأكل نفسه، يعني بمعنى أن هنالك ستكون أكلت يوم أكل الثور الأبيض. نعم. وبالتالي اليوم المظاهرات هي ليست هي انقسام عمودي بل هي انقسام خوفا على الدولة من أن تتحول بوضع كل الإسرائيليين في الحكم الإداري أو بعدم الانتباه إلى القضايا التي تصدرها المحاكم الإسرائيلية. حقيقة هذا بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية أنا تتكلمين اليوم عن قضية المصادرات وقضية الاستيطان، يعني قضية الشوارع التي سيتم افتتاحها اليوم في منطقة بيتا أو في منطقة حوارة اللي هو عابر في منطقة زعترة أو في منطقة بيت أمر في الجنوب تحت اسم موشي ليفينجر اللي هو المصدر، هذه صدرت في عام 1983. يعني في 83 لكن ايش تنفيذها الآن؟ يعني أنا بسمع دائما بالأخبار مصادرة أراضي، لا يعني حتى عندما تقرأين في الموسوعة الفلسطينية تلاحظين أن مساحة الأراضي المصادرة أكثر من مساحة الضفة الغربية وحتى أكبر من مساحة القدس الموسعة، نتيجة أن تكرار هذه الأرقام وتكبير هذه الأرقام. حقيقة هو أن جزء كبير من المصادرات تمت في فترات سابقة. طب ليش التنفيذ بيجي متأخر أستاذ خليل؟ يعني ليش بتصادر في 86 اليوم أحتاجها. اليوم أحتاجها اليوم أحتاج لهذا الموضوع، بمعنى إنه هذه أراضي الدولة التي أعلنتها في عام 1980 لم يصبها ولا شيء، لكن اليوم أنا سأستخدمها، وبالتالي يتم الإعلان عن هذا المخطط بمصادرة 100 دنم أو 1000 دنم أو 2000 دنم التي كانت مصادرة في فترات سابقة. وبالتالي هذا ما حدث. ارجع إلى كتاب أسامة حلبي في قضية الضفة الغربية تلاحظين في أنا بحكي عن بالثمانينات إنه أكثر من نصف مليون محمية طبيعية، لكن في بعض الأحيان يعيدوا مرة أخرى إنه مصادرة 12,000 لمحمية طبيعية كذا. في نفس الوقت المناطق المغلقة عسكرية 1.5 مليون دنم في داخل الضفة الغربية، أملاك دولة 42% من مساحة الضفة الغربية أملاك دولة. وهذا ما استخدمه تيدي كوليك في عام 1990 عندما قال بالحرف الواحد أننا عندما نعلن المنطقة الخضراء هذا يعني عدم استعمالها من الجانب الفلسطيني لكن ستستعمل مستقبلا للبناء الاستيطاني، وهذا ما يحدث الآن في داخل الضفة الغربية.
وقيس قديش، وقيس قديش هم اصلا في اراضي كثير مسيجينها ومناطق عسكريه مغلقه بيعملوها وممنوع استخدامها، هذه في المستقبل سينفذون اوامر المصادره فك الارتباط في قنيم وكاديم وحومش، لم هي فكفك المستوطن لكن لم يستطيع ان في فلسطين ان يستعملها. صحيح. وبالتالي عادوا اليها. صحيح. يعني هذه احد في مصادرات جديده، في مصادرات جديده صارت، يعني ما فيش اراضي يصادروها، يعني لما بتتكلم عن 60% ماذا يصادرون؟ يعني انا كلها مصادره اصلا. في حتى لما عندما اقرا بالاعلام، وانتم ترتكبون اكبر الاخطاء يا كاعلام، عندما يصدر احد التقارير مثلا من عير امين 13000 مستودع وحده سكنيه سيتم اقامتها، تقرؤون العنوان دون تقرؤ التفاصيل. هلا بالتفاصيل يقول لك بانه سيتم تخطيط بناء 8000 وحده سكنيه، سيتم الاعلان عن كذا الى اخره، وفي النهايه بيكون حاطط لك انه سيتم بناء 800 وحده سكنيه. يعني هذه الارقام التي نلاحظها الان ولاحظناها بالامس، كانت في جريده القدس 5800 وحده سكنيه، عندما تقرأين الخبر كله الرقم الكبير في بالخط العريض وتقرأين في التفاصيل تلاحظين ان هذه الارقام غير موجوده على الارض طبعا، لانه هناك تمر في عده مراحل، المرحله الاولى تمر في مرحله الايداع، ثم مرحله بدء السريان، ثم مرحله المناقصه. المشكلة انه هذه الامور ما بيتم توضيحها استاذ خليل، يعني احنا كاعلام مثلا لما بنعتمد على تقارير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وبيكون في عنوان كبير مكتوب مصادرة اكثر من 44000 دونم خلال العام 23، فيعني بنفهم انه ال 44000 تصادروا هذا العام او خلال 6 شهور من هذا العام، يعني لا يوجد هناك توضيحات كافية كيف تم. عشان هيك الارقام تبعتنا لا تؤخذ من اي جانب دولي، يعني عشان هيك كثير ما يلتمسون الى الجانب الاسرائيلي في اخذ ارقامنا. يعني انا مع احترامي لكل الارقام التي تصدر، هو ليس خبراء، هو بس يجمعون ارقام. وهذا ما حدث في احد القضايا عندما تم في بناء 1600 وحده سكنيه في رمات شلوم وفي مستعمره في شفاط، تكرر الرقم حيث انه وصل في النهايه الى اكثر من 4000 وحده سكنيه وهي بالاصل 1600 وحده سكنيه في فترة دي. أنا ليش؟ عشان هيك إحنا نتابع هذه القضية من عام 1983، يعني أنا كشخصية بتابع هذا الموضوع من 1983 وأتابعها بشكل وثائقي وليس بشيء. حتى التقرير اللي أصدرناه بالإئتلاف الأهلي قبل أيام، وإن شاء الله بنبعث لكم إياه، كان قريب جدا لحركة السلام الآن، لأنه هذا التقرير اعتمد على الوثائق الرسمية بقضية الاستيطان بناء على ما تصدره الإدارة المدنية وليس ما تصدره الصحف، لأنه الصحف كثيرا ما تأخذ الأرقام ودون الالتفات إليها، بالإضافة إلى عمليات التشويق في الخط العريض بالخط الأحمر بالجرائد عندما يقول 10000 وحدة سكنية 13000 وحدة سكنية. ما هو هذه الأرقام، هذه مرات في مرات الجانب الإسرائيلي يستفيد منها. صحيح. لأنه حقيقة ما يحدث على الأرض يختلف تماما. هلا نرجع لقضية البؤر الاستيطانية، البؤر الاستيطانية هذه جزء من برنامج وضع في عام 1996 بدأ عندما قال شارون احتلوا التلال، لأنه نحن في أوسلو لم نعرف كلمة المستعمرة الإسرائيلية أو المستوطنة، وبالتالي عندما التقى أبو عمار الله يرحمه ورابين حددوا 100 متر بآخر بيت، فبدأوا الإسرائيليين بآخر بيت يبنوا 100، وبالتالي بدأوا يبنوا بؤر استيطانية في رؤوس الجبال كما حدث في منطقة الآن، بحيث أنه أصبحت تأخذ مساحات أكبر من المخططات الهيكلية للمستعمرات. بالإضافة أن هذه البؤر الاستيطانية التي تقام هي عملية ملء فراغ ما بين المستعمرة الأم والمستعمرة البنت، بمعنى أنه هذه الكتلة الاستيطانية الضخمة هنالك فراغات موجودة بينها، هذه يجب أن نقيم هذه البؤر الاستيطانية من أجل هذا الملء الكامل لهذه المستعمرة، بحيث أنه تصبح المستعمرة من الأم والبنات تنتشر بشكل كبير جدا. وأيضا خرج شيء جديد يعني لم تسمعيه الآن، وهو قضية إقامة ما نطلق عليه اسم المراكز الكهروشمسية. يعني اليوم في منطقة الأغوار بدأت تنتشر مساحات كبيرة سيطرة على الأراضي بإقامة الألواح الشمسية التي تعتمد على الطاقة الشمسية، منها في قرية نعمة
حوالي 250 دونم، وهنالك في شدموت ما حول ايضا 200 دونم، وايضا هنالك مستعمره جديده سيتم اقامه ايضا فيها هذه الالواح الشمسيه. اذا قضيه الاستيطان هي ليست بس فقط بناء استيطاني ولا فتح شوارع ولا بؤر استيطانيه، وايضا ما نطلق عليه اسم الراعي العبري الذي اليوم لدينا مشكله كبيره معهم في قضيه المعرجات. طيب معلش استاذه خليل، الشارعين اللي اول امس افتتحتهم وزيره المواصلات اللي بيكونوا من الجنوب الى الشمال بيلتفوا من العروب الخليل لحواره، وقالوا انهم كمان بدهم يوصلوا المستوطنين بمدن الداخل، طريق واحده سيستخدمها فقط المستوطنين لتصلهم بمدن الداخل. هاي الشوارع يعني شو ماهيتها لو سمحت؟ ارجعي لعام 1983 بالامر العسكري 50 طرق. في الامر العسكري 50 هنالك دفتر كامل وهو تقطيع الضفه الغربيه بشكل طولي وبشكل عرضي. يعني هذه الشوارع الطوليه اللي احنا بنتكلم فيها من منطقه حواره باتجاه زعتر ومن منطقه جوش عصيون يلتف حول بيت عمر بالجنوب، صحيح. هذا اسمه الشارع رقم 60 الذي يبدا من الناصره حتى بئر السبع، طبعا يلتف التفاف رام الله الناحيه الشرقيه. كل هذه الشوارع هي ليست فقط، هي سيستعمل فيما بعد عمليه تطويق للمدن الفلسطينية بشكل كامل، وتجنب الأحياء الفلسطينية ومنع ومنع البناء حول هذه الشوارع، باعتبار أنه حول هذه الشوارع هناك مناطق منسق عليها حرم الشارع حوالي 150 متر على الطرفين، يعني 300 متر، هذه ممنوع البناء عليها وممنوع الاقتراب بها، وبالتالي تصبح هذه الشوارع بشكل طولي. هنالك شوارع عرضيه، هنالك شارع وهو خطير جدا الان بدا في منطقه باقه الغربيه، باقه الشرقيه، حتى مفرخ الشهداء باتجاه الغور، يعني منطقه شمال نابلس خلينا نسميها. في هنالك شارع عابر السامر الذي تم توسيعه، سينتهي توسيعه بشكل كبير جدا ليبدأ في منطقة كفر قاسم الغور، ثم شارع 45 الذي يبدأ من منطقة تل أبيب القدس الغور، ثم شارع 35 الذي يبدأ من شارع منطقة 48 باتجاه جوش عصيون الأغوار. هذه بشكل عرضي، وهنالك بالشكل الطولي. اذا تطلع على الضفه الغربيه بتلاقيها لما تطلع تنقل كل هذه الشوارع على الخارطه، ستلاحظين بالحرف الواحد كيف اصبحت الضفه الغربيه مقطعه الاوصال، تستطيع اسرائيل في بوابه واحده وبوابتين ان تغلقها وبتفصل الشمال على الجنوب اذا اغلقتها بتفصل كل. طب معلش انا عندي سؤال يمكن شوي غريب استاذ خليل، يعني بناء على كل ما حضرتك تحدثت به انه كثير من الأراضي في الضفة الغربية مصادرة من الثمانينات تقريبا، ولكن يجري تنفيذ أوامرها الآن، بالإضافة إلى أن أصلا 62% من أراضي الضفة هي مناطق مصنفة جيم وممنوع على الفلسطيني أن يبني وإلى ذلك. لما في أوسلو بدأت المفاوضات ما بعد ذلك، والمفاوض والمسؤول الفلسطيني يقول دولة فلسطينية على حدود عام 67، يعني لم يكن يعلم بكل هذه الأوامر المصادرات، يعني جغرافيا على الأرض كيف كان ممكن تنفيذ هذا الأمر؟ اولا يعني كانت هنالك كما بتعرفي اوسلو لم اجلت قضيه الاستيطان واجلت القضايا كثيره الى المرحله النهائيه. كان هنالك يوجد ثقه في ما بين الطرفين، يظهر انه كان في ثقه، يظهر انه في كان ضغط، لكن كل المعلومات كانت موجوده. يعني انا احد الاشخاص اللي كنت موجود في هذه المفاوضه، وكنا نتكلم حتى كلمه مستعمره اسرائيليه لم يعرفوا ما معناها، يعني كلمه فبالتالي بدانا نشرح فيها، لانه في البدايه لم يكن هنالك ولا انسان من الداخل في المفاوضات في منطقه أريحة في ريحة غزه اولا، لم يعرف انه العوجة قبل ولا الريحة قبل ولا بعد. فبالتالي اعتقد انه التعجيل في الامور، كانت هنالك امور اعطونا في البدايه 5% من مساحه الضفه تم تطويرها، وهي موجود نبيل شعث الله يشفيه. وطبعا انا نشرت هذا كله في كتاب عن نشر في فرنسا باللغه الفرنسيه بالاسماء، انه طرحوا في البدايه 5% يعطى للفلسطينيين ثم تطويرها الى 27%، يعني بمعنى انه 5% بدايه ثم
وسعناها ل 27%، وكانت هذه الأقصى حد ممكن توسيعه، لكن دون إزالة أي مستوطنة إسرائيلية ودون تعريف أي مستوطنة إسرائيلية. هذا كان الحرب ما بين الفلسطيني والإسرائيلي. الإسرائيلي يعتقد بأن هذه الأراضي لا يمكن زحزحت ولا مستعمرة المستعمرات، والفلسطيني يريد أن يزحزحها. فبالتالي كان صراع ما بين المباحثات في واشنطن التي كان يقودها حيدر عبد الشافي، والصراع الذي كان يتفق عليه في بعد في أوسلو في 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 أوسلو ما بين المرحوم أبو العلاء وحسن عصفور. حقيقة هذا الموضوع إذا أردت أن تخطئي، نحن أخطأنا كثيرا جدا لأننا لم نقرأ الإسرائيلي. الإسرائيلي يضحك، يعني يحترمك لكن لا يثق بك، وبالتالي ما يحدث الآن هو لا يثق ولا يريد. حتى نتنياهو اليوم يتكلمها بصراحة، لن تقيم دولة فلسطينية. حتى في قضية الجواز السفر التي تحملينه الآن، باللغة العربية مكتوب جواز سفر صحيح، لكن بالإنجليزي شو مكتوب؟ وثيقة. وثيقة صحيح. فالمرجعية هي الوثيقة وليست اللغة العربية، السلطة الفلسطينية وليست دولة فلسطين. يعني أنا بتكلم الآن عن أوسلو، وبالتالي هنالك المرجعيات الإنجليزية، بالإضافة أن القوي هو الذي يفرض الأمر الواقع على الأرض. شكرا لك على هذه التوضيحات حتى لو أنها مؤلمة، لكن شكرا لك الأستاذ خليل التفكجي الخبير بشؤون الاستيطان من القدس، حدثتنا، تحياتي لك. شكرا لكم.